وللمزيد مشاهدينا الكرام حول الانتهاكات ضد الصحفيين وساسة أو سياسة تكميم الأفواه في العراق التي تتبعها السلطات في العراق، معنا الأستاذ أحمد الجميري الصحفي العراقي. سيد أحمد، مرحبا بك. اليوم بعد أكثر من 20 عاما على احتلال العراق بزعم نشر الديمقراطية، حل العراق في المرتبة الأولى عالميا بعدد القتلى من الصحفيين ب 470 صحفيا، ما السبب برأيك؟ نعم، يعني برأيي يعني استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق يعني من الطبيعي أن تستمر في ظل وجود بيئة صحفية خطيرة لعمل الصحفيين. هذه البيئة تتمثل بوجود الجماعات المسلحة وبوجود الفساد وبوجود طبقة سياسية تخشى من الانتهاكات التي تتوجه إليها ضد نهجها السياسي وضد ما تقوم به هذه الأحزاب من فساد وتخريب متعمد لمؤسسات الدولة. هذه الانتهاكات في العراق تتراوح ما بين التهديدات المباشرة والمضايقات والاعتداءات الجسدية والاعتقالات غير القانونية والاغتيالات، ويعني هذه الانتهاكات كلها تعد جزءا من بيئة عمل خطيرة تواجه الصحفي العراقي كل يوم في العراق خلال عملهم في تغطية الأحداث ونقل الحقائق في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة. نعم، يعني في الوقت الذي تدعو فيه السلطات لعودة المغتربين إلى العراق بزعم أن أوضاع البلاد يعني باتت مستتبة للغاية ومستقرة وإلى آخره، وهذا بنفس هذه السلطات تعتقل تقوم بنفس الوقت باعتقال صحفيين في العراق. الآن يعني الصحفي العراقي زياد السنجري اعتقل بمجرد عودته الى يعني الى الموصل قادما من النمسا، يعني ما هي مصداقيتهم امام العالم، ما مصداقيتهم امام العراقيين بعد هذا الفعل؟ نعم، للاسف يعني الزميل الصحفي زياد السنجري تهمته الاولى والاخيره هو انه كان يتصدى للقضايا التي تتعلق بالفساد المالي والاداري الذي تغرق به محافظه مينا واليوم بالاضافه الى بقيه المحافظات العراقيه، كما انه تصدى لسطوه وتغول الميليشيات وخصوصا ميليشيات بابليون وغيرها من الميليشيات التي تضغط على رقبه الموصليين اليوم في محافظه نينوى. لذلك برايهم هو قد تعدى الخطوط الحمراء التي وضعتها هذه الميليشيات وهذه الاحزاب، وبالتالي فانهم قد دبروا له مكيده ادت الى اعتقاله. نحن الصحفيون وباعتبارنا يعني زملاء للزميل زياد السنجري قمنا بالتواصل والاتصال صادر من عائلة الزميل زياد السنجري بالإضافة إلى زملاء الصحفيين هناك في الموصل. تبين أن ميليشيا بابليون هم الجهة التي تقف وراء اعتقال الزميل زياد السنجري، وهذا في الحقيقة يكشف سطوة هذه الميليشيات على الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية، حيث استخدموا نفوذهم من أجل يعني تدبير مكيدة للزميل زياد وبالتالي اعتقاله. كل هذه الأحداث تعصف وتظهر زيف وكذب الحملات الإعلامية الكبيرة التي أطلقتها حكومة محمد الشاع السوداني من أجل إظهار العراق بأنه أصبح بيئة آمنة للعمل الصحفي، بالإضافة إلى أنه بيئة آمنة لجذب الاستثمارات وجذب الشركات العالمية الكبرى. يعني اعتقال الزميل زياد السنجري أيضا تزامن معه تقديم نواب في البرلمان شكاوى وملاحقة الصحفيين
وملاحقة ناشطين ليس كان ذنبهم الوحيد أنهم يعني كشفوا عن ملفات فساد كثيرة، كان آخرها ما قامت به النائبة عالية الصيف عندما تقدمت بشكوى قضائية وملاحقة قانونية ضد ثلاثة صحفيين، وكان من بينهم رسام كاريكاتير، لأنهم تحدثوا عن سيطرة هذه النائبة على عشرات محطات توزيع مادة البنزين في العراق بالاشتراك مع تاجر للوقود معروف في مدينة بغداد. هذه النائبة قامت باستخدام سطوتها وسلطتها وقامت بتحريك الملفات القانونية وتسليط القضاء من أجل ملاحقة هؤلاء الصحفيين. طيب أيضا أستاذ أحمد، يعني كيف تفسر كلام نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الذي قال منذ أشهر قليلة إن سجون العراق تخلو من أي صحفي على قضية رأي أو حتى على قضية نشر؟ يعني معروف عن الأوضاع بالعراق، التصريحات بحسب ما يصف الكثير كلها تصريحات متناقضة، الكلام شيء وما يجري شيء آخر. أخي الكريم، يعني اليوم الانطباع السائد لدى غالبية الصحفيين العاملين في العراق هو أن السيد مؤيد اللامي موظف لدى الحكومة الحالية والحكومات السابقة، بدليل أنه بقي في منصبه لأكثر من 15 أو 16 عام، ولحد الآن لم تستطع العمليات الانتخابية التي كانت تجري داخل أروقة نقابة الصحفيين من تغييره، لأنه ينسجم ويتناسق مع ما يطلب منه من الحكومات السابقة والحكومة الحالية. بالتالي فإن تصريحاته لا يعتد بها، وتصريحاته تأتي في سياق تجميل الصورة البشعة لما تقوم به أحزاب السلطة من مطاردة وملاحقة والتنكيل بالصحفيين. بالتالي هو حاول أن يقدم صورة إيجابية عن وضع حرية الصحافة في البلاد، وفقا يعني لهذه التصريحات يمكن فهم أن حكومة محمد الشاه السوداني تحاول طمأنة المجتمع المحلي والدولي بأن العراق يحترم حقوق الصحفيين ولا يحتجزهم بسبب عملهم الإعلامي، ولكن الواقع يقول أن هنالك يعني عشرات الصحفيين ما زالوا يقبعون في سجون الحكومة، وهنالك صحفيون آخرون قد تم محاكمتهم بالفعل بتهم باطلة، يعني ألصقتها بهم الأحزاب الحاكمة. وأيضا أذكر لكم مثال الصحفي من أهل الجنوب من مدينة الناصرية، الصحفي أسعد نيازي، أيضا هو الآخر ملاحق، وبسبب تصديه لقضايا فساد مالي وإداري في مدينة الناصرية. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي.